شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفل زواج سمو الشيخ خليفة نجلي سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، وذلك في قصر الرفاع مساء اليوم، حيث هنأه جلالته بمناسبة هذا الزواج الميمون متمنيا لسموه حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين. وقد تلقى جلالة الملك المفدى ثاني من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين وشعبها الكريم هذه الأفراح والمناسبات السعيدة.